هلا يوبا. هلا هلا يوبا. هلا طولتي علينا الغيبة. هلا يوبا. هلا الله يرضى عليك. هلا يا بنيتي. هلا بالغالي. هلا حبيبتي. خير إن شاء الله. عسى ما شاء. تهاوشت أنا وجابر يما، وكلمة مني وكلمة منه قال لي انقلعي برا البيت وما بشوف وجهك وروحي بيت أهلك. نوف بنت زعيم قبيلة الطواريد تنطرد من بيتها؟ وش تقول يبا؟ إيه يا نوف، أبوش صار زعيم القبيلة وكبيرها. أنت تقعدي هان معززة ومكرمة، وأنا أعرف كيف أتصرف مع هذا الولد جابر. أيوة، وأنا أشهد أن زعامة ما تليق إلا بيك، ومبروك. الله يبارك بيك. يا ضهرته قتلته. مين سيدي؟ جردون. سيدي لك عندي خبرية أهم من الجردون. هلا شو هي؟ رباح استلم زعامة القبيلة. لك شو يعني؟ لك يخرب بيتك دائما أخبارك باكية مثل وشك. بعرف شاوروك سيدي؟ عود لك يا سير، هاي شؤون داخلية ضمن قبيلة الطواريد، لحنا ما منتدخل فيها، والسياسة المتبعة بهيك حالة هي النقي بالنفس، فهمت؟ ومنلع نلع منو. هذه لا هي نوف بنت رباح؟ اي هذه هي، احبها. جوكن يا بنات. هلا نوف. هلا بنوف. نشوف شو راضينا. تشوفيني براضيكم؟ انت الصادقه، انت اللي موجودات براضينا، ولا نسيتي يا جواهر انه ابوي زعيم قبيله الطواريد؟ حنا زعيمنا عم طرود، الله يعافيه ويرجع له بالسلامه. ايه يا حبيبتي، الله يردها بالسلامه. حنا ما صدقنا خلصنا من وضحه، جتنا هادي ورافعه خشمها بعد. لا يا ملك، وضحه ما كان يجي منها الا كل خير، ما هي مثل هادي. دوم انت تدافعين عن وضحه لانها رفيقتك. جواهر معاها حق، وضحه بنيتن طيبه واصيله. اي وتفهم بالواجب بعد. دوما تنضضي. لا يا ملك، بس انت ما تتركين فرصه الا وتتكلمين فيها عن وضحه، وانت ما تتركين فرصه حتى تدافعين عنها. ايلك في يا بنات، ما هو وقت الهوشه الحين؟ استهدم بالله وخلينا نرد المضارب بخير وسلامه. يلا. اي يي امشي. اخ يما على مهلتي. اخ انا الزعيم رباح ينضرب ولدي؟ ومين اللي يضربه؟ قاروطين ما لهم اصل، ما يسوون قشرة بصلة، والله لاشرب من دمهم واربي بيهم الديرة. اذبحوني يبا اذبحوني، اضربوني اضربوني الين كسروا لي ضلوعي. الله يكسر ايديهم. اسمع يا ربا، هيبة ولدك من هيبتك، وان ما اخذت الا بتارة ما حد يسوي لك قيمة. والله لفجر روسهم واشرب من دمهم. اخ يما اخ.